السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو معايا قطعة من الورق زي اللي في ايد دي يا جماعة وضغطت عليها، ايه اللي هيحدث لهذه القطعة؟ القطعة دي هيحدث فيها انبعاج. اما لو كان ده كتاب وضغطت عليه كان صعب ان هو يحدث فيه هذا الانبعاج او هذا الانحناء. هي دي قصة الاعمدة القصيرة. الاعمدة القصيرة هي اعمدة عند تعرضها للاحمال الرأسية لا يحدث لها انبعاج، كأنها هي الكتاب اللي في ايدي اللي بضغط عليه وصعب ان يحدث فيه هذا الانبعاج. اما الاعمدة الطويلة زيها زي الورقة دي يا جماعة بالظبط، اول ما تضغط عليها وتأثر عليها باحمال رأسية يحدث لها انبعاج بهذا الشكل وتبدأ ان يحدث لها انحناء. اذا الاعمدة القصيرة وتصميمها. اول ما تقول لاي حد عاوزين نصمم شورت كولوم بيقول القانون المتعارف عليه اللي هو البي بيساوي 35% اريا كونكريت في الاف سي يو زائد 67% في الاريا ستيل في الاف يلد بتاع الحديد. طيب القانون ده جه منين؟ احنا يا جماعه هنحاول كده نعرف القانون ده جه منين، لان في كتير جدا من الناس اللي بيقولوا القانون ده بيقولوه بس نصا من الكود المصري، ما بيقولوش القانون اساسه ازاي. تعالوا نشوف ببساطه كده يا جماعه. اي حمل في الدنيا بيساوي الاريا في الاجهاد، عندناش اي اختلاف في كده. طيب حمل العمود بيساوي الاريا بتاعتنا، احنا عندنا تو اريا، في الاريا الكونكريت بتاعتنا وفي كمان الاريا ستيل. اذا حمل العمود هيساوي الاريا كونكريت في الاجهاد بتاع الكونكريت اللي هو الاف سي يو زائد الاريا ستيل في الاجهاد بتاع الحديد اللي هو الاف يل. امال ايه قصه ال 35% وال 67% اللي موجوده في المعادله؟ لو كانت المعادله بتاعتنا العاديه البي بيساوي الاريا كونكريت في الاف سي يو زائد الاريا ستيل في الاف يلد كانت تبقى معادله سهله ومفهومه. يا جماعه ببساطه خالص ان الاف سي يو بتاع الخرسانه دي مش هي اللي هي نشتغل عليها في الواقع، ومش هي اللي بتقدر تديها لنا الخرسانه في الواقع. ازاي الكلام ده؟ اعرف ان دايما ان الاف سي يو بتاعتك الفعليه هتبقى اقل من التصميميه بنسبه 15%. اذا الاف سي يو قلت 15% بقت الجديده بتاعتنا كام؟ 85%. كويس قوي. طيب 85% يبقى المفروض القانون بتاعنا البي بيساوي الاريا كونكريت في الاف سي يو بقت 85% اف سي يو زائد اريا ستيل في اف فيلد. قال لك مش بس كده، انت العمود بتاع حضرتك ده هو هتفكه بدري. يعني ايه هتفكه بدري؟ انت صبيت العمود النهارده، ثاني يوم فكيت الشده بتاعته، في خلال اسبوع عملت السقف وحملت الاجهادات قبل، حملت الاجهادات للعمود قبل ما يعدي 28 يوم على الخرسانه. واحنا عارفين ان الخرسانه مش هتدي الاجهاد الفعلي بتاعها او الاجهادات بتاعتها او الاف سي يو بتاعتها الا بعد مرور 28 يوم. طيب انا بعد اسبوع انا شيلت العمود اجهادات، اذا العمود ده المفترض ان انا اعمل له احتياط تاني اللي هو احتياط الخرسانة بقت اجهادها قد ايه بعد اسبوع مش بعد 28 يوم. طب بعد اسبوع الخرسانة هتقل معانا اجهادها، هيقل 25% لان الخرسانة بعد اسبوع لو شفت المكعبات ما بنكسرها بنلاقيها دايما بتدينا كام؟ 75%. اذا الاف سي يو بتاعتنا قلت كمان 25% بسبب ان انا حملت العمود الاجهادات بدري بعد اسبوع مش بعد 28 يوم. طيب ايه كمان الحاجة التانية يا جماعة؟ ان انت لازم تأمن العمود ده بتاعك من اي احمال زلازل او رياح. انا خايف من الزلازل والرياح وانا مصمم العمود في الاساس البي بيساوي الاريا في الاف في الاجهاد. طيب يعني انا مش واخد اي احتياطات لاي احمال جانبية جاية على العمود، انا متعامل بس على نورمال فورس، متعامل على ان العمود شايل احمال رأسية. فاحنا هنعمل احتياط كده خفيف جدا في الخرسانة كمان، ان احنا نعمل لها احتياط ضد الزلازل، فبالتالي الخرسانة بتاعتنا هنأمنها بنسبة 20%. بقى الاجهاد كمان الجديد اي الجديد بتاعنا بقى 80% FCU. حضرتك الخرسانة قلت 3 مرات، قلت مرة نتيجة ان انا شغال على الاجهاد الفعلي مش الاجهاد التصميمي، قلت مرة تانية عشان خاطر ان انا حملت الاجهادات بدري ما خليتهاش عدت على 28 يوم، قلت مرة تالتة تأمينا للزلازل. يبقى اذا لما تاخد المعادلة دي بعد ما أمنت الخرسانة من إن اتفكت بدري ومن الزلازل ومن أنت استخدمت الخرسانة بالإجهاد الفعلي بس مش الإجهاد التصميمي، هتلاقي إن القانون الجديد بتاعك بقى عبارة عن بي بيساوي افتح قوس 85% في 80% في 75% في الأريا كونكريت في الإف سي يو زائد أريا ستيل في إف يلد. تعالى نعوض، تعالى كده نشوف البي الجديده بتاعتنا بقى كام. اضرب لي كده على الاقل 85% في 80% في 75%، هتلاقي الرقم بتاعنا الجديد بقى 51% اريا كونكريت في الاف سي يو
زائد الاريا ستيل في الاف يلد. كويس جدا. طيب مش هي دي برضو المعادله اللي احنا بنقول عليها؟ معادلتنا الاساسيه هي 35% اريا كونكريت اف سي يو زائد 67% في الاريا ستيل في الاف يلد. تعال اصبر عليا بس ببساطه خالص، انت النهارده شغال على البي ووركينج ولا البي التيميت؟ لازم تامن كمان الاحمال بتاعتك. عشان أأمن الأحمال بتاعتنا يا جماعة هقسم كل الكلام ده هو على 1.5 عشان خاطر أبقى أنا شغال على أحمال بتاعتي اللي هي الأحمال الألتمت. إذن البي ألتمت بيساوي 51% أريا كونكريت في الإف سي يو، لما تقسمها على 1.5 هيديك 35% أريا كونكريت في الإف سي يو زائد أريا ستيل إف يلد على الواحد ونص هيديك 67% اريا ستيل اف فيلد. يبقى ده القانون يا جماعة اللي احنا شغالين عليه ببساطة خالص، وعرفنا جاء منين. طيب عاوزين مثال بسيط كده يا جماعة نناقشه مع بعض بسرعة. لو انا كان عندي الاحمال بتاعتي الوردة من القمرات والسقف، لقيناها ان هي البي التيمت بتاعتنا مثلا بتساوي 100 طن، وعاوز اصمم العمود ده يا جماعة ببساطة خالص. حضرتك هتاخد البي التيمت بتاعتك 100 طن، وخلي بالكم احنا قلنا البي التيمت مش البي وركينج. يعني لو كان جاينا البي وركينج البي الفعلية الاحمال بس الفعلية بتاع السقف والكمرات كنا هضربها في 1.5. امال احنا واخدين مثال على بي التيمت، قلنا البي التيمت بتاعتنا بتساوي 100 طن. ال 100 طن بتساوي يا جماعة 35% هنعوض في القانون بتاعنا في الاريا كونكريت، خليها زي ما هي. في الاف سي يو هنعتبر ان الاف سي يو بتاعتنا بتاع الخرسانه بتاع العمود ده 300 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. يبقى 35% في الاريا كونكريت في 300 كيلو جرام على سنتيمتر مربع زائد الاريا ستيل بتاعتنا يا جماعه في الاف فيلد. طيب الاريا ستيل كده الكود قال عوض عن الاريا ستيل بتاعتك، خد الاريا ستيل بتساوي الاريا كونكريت على 100. اذا المعادله دي يا جماعه المجهول بتاعنا فيها ايه؟ بقى المجهول بتاعنا فيها الاريا كونكريت بس. بالتعويض في المعادله هتلاقي ان الاريا كونكريت بتاعتك طالعه 774 سنتيمتر مربع. اما انت عوضت في المعادله طلعت الاريا كونكريت يا جماعه 400، قلنا كام؟ 774 سنتيمتر مربع. وما تنساش وانت بتعوض ان ال 100 طن دي يا جماعه انت هتاخدها مش 100 طن، لان انت حولت كل الوحدات بتاعتك بالكيلوجرام والسنتيمتر، هيبقى ال 100 طن هتبقى 100,000 كيلوجرام، يبقى هتضرب في 10 أس 3، بالتالي الاريا كونكريت بتاعتك هتطلع 774 سنتيمتر مربع. طيب لو انا هعمل العمود ده مربع يا جماعه، اذا البي بتساوي التي بتاع العمود بيساوي جذر 774، هتلاقيها حوالي 27 سنتي، خدها تقريبا 30 سنتي. يبقى العمود بتاعنا يا جماعة عبارة عن 30 سنتي في 30 سنتي. او لو هتعملها عمود مثلا مستطيل هتقول 774، وانت هتفترض ان العمود المستطيل العرض بتاعه اللي يأمن لك الباكلينج مثلا 25 سنتي، يبقى هتقول 774 على 25 سنتي هيطلع معاك الناتج بتاع التي تقريبا 30 سنتي وكسر، خدها 35 سنتي. يبقى انت العمود بتاعك لو كان مستطيل هتخليه 25 سنتي في 35 يا جماعة. معلومة سريعة كده يا جماعة من التجربة، من تجربة القانون ده اكتر من مرة، لقينا ان اي الاحمال، لو انت عاوز تعرف الاحمال اللي يقدر يشيلها العمود ببساطة وانت معاك المساحة بتاع العمود، مساحة مقطع العمود، اعرف ان الاحمال دايما بتساوي مساحة العمود بالسنتيمتر مربع على 9. طب مثال العمود اللي كان معانا ده يا جماعة كان 30 في 30 صح كده؟ 30 في 30 ب 900 سنتيمتر مربع على 9 يساوي 100 طن اللي احنا بدأنا بيها المثال بتاعنا. اذا لو انت عاوز تعرف الحمل اللي يقدر يشيل العمود هو مساحة مقطع العمود على 9، وبالعكس برضو لو انت معاك الحمل بتاع العمود تقدر تضربه في 9 يديك مساحة العمود. يعني لو احنا كان معانا حمل العمود بتاعنا ب 100 طن وضربناه في 9 هيدينا مساحة العمود من غير ما نستخدم القانون. دي حاجة للتسهيل كده حبينا نقولها. اخر حاجة نحب نقولها يا جماعة، في حاجة اسمها الاريا ستيل مينيمم للاعمدة، يعني اقل حاجة او اقل تسليح اسلحه العمود. اقل تسليح تسلحه العمود، احنا في المثال يا جماعة طول الوقت اعتبرنا ان الاريا ستيل بتساوي الاريا كونكريت على 100، تمام كده؟ لا، الاقل تسليح او الاريا ستيل مينيمم، اقل تسليح ممكن هو نص على 100
في الاريا كونكريت، ده اقل تسليح ممكن. واكبر تسليح للعمود يا جماعه في حاله ان انا مصممه يقاوم الزلازل والاحمال، اكبر تسليح لا يتعدى 5 على 100 في الاريا كونكريت. دول كده قوانين عاوزين نبقى حافظينهم. الاريا ستيل مينيمم للعمود، اقل تسليح ما ينفعش اقل للعمود عن كده في التسليح. اريا ستيل مينيمم 0.5 على 100 في الاريا كونكريت، ما ينفعش ازود التسليح عن كده يا جماعه ابدا، هيبقى خطر على العمود. الاريا ستيل بيساوي 5 على 100 في الاريا كونكريت. وما ننساش اي القاعده الثانيه في اقل تسليح للعمود، ان لابد ان المسافه، اقصى مسافه ما بين اي سيخ والاخر في العمود ما تتعداش ال 20 سنتي. يبقى انا يا جماعه لابد، انا ممكن عمود مش شايل حاجه خالص، انا عامل عمود يا جماعه متر في متر، تمام كده، متر في متر، ومشيل عليه طفل. هاي العمود اللي متر في متر ده ما حطلوش تسليح؟ قال لك ما ينفعش. اقل تسليح عشان خاطر التمدد والانكماش بتاع الخرسانة، عشان خاطر الزحف والانكماش بتاع الخرسانة، لازم يكون المسافة ما بين السيخ والسيخ لا تتعدى الى 20 سنتي. يبقى انا اي عمود في الدنيا لازم كده احترم ان الاسياخ المسافات اللي بينها ما تعداش الى 20 سنتي. طب واقل مسافة قد ايه؟ اقل مسافة هي 2 ضعف الركام المستخدم. يعني ايه ضعف؟ انا بستخدم سن 1 في الخرسانة بتاعتي، يبقى سن 1 يبقى انا اقصى اقل مسافة هي 2 سنتي، عشان خاطر اضمن ان الحبيبات السن او حبيبات الخرسانة تقدر تخش ما بين الاسياخ وما يحصلش تعشيش، واحصل على بند كويس للاسياخ يا جماعة، احصل على تماسك كويس للاسياخ. في النهاية اتمنى يكون قدرنا نوضح المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكرا.